السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شهادة الهندسية جامعة مازن الطيب. بنقدم لكم اليوم استطالة بلاك أوت هولندي، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده احنا قفلنا البلكونة بالكامل، تمام؟ لون رمادي، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده قفلت ايه؟ البلكونة كلها. مهما كان الهواء دي او اي كان ما ياثرش عليها برضو، تقدر تروح كده تمنع الرؤيه. طبعا الهواء النهارده شديد جدا، تمام؟ زي ما انتم شايفين برضه عاملين على المطبخ عشان لو في ضيوف جم ولا حاجه نكتب اهو، تمام؟ هنا الرؤيه تماما عشان لو في ضيوف. ده بالفعل ده ريسبشن كده، ده بالفعل ريسبشن، تمام؟ ودي داخل الشقه تعتبر، تمام؟ فبالتالي داخل الشقه لو في حد واقف في المطبخ ولا حاجه اقفل على الهندسية 010-23-25-14-34-03-59-166-26 ده رقم المهندس سلام. المهندس علي 0-122-68-60-933. احنا موجودين بجوار محطة عبود وبين ابو رمسيس موقف رمسيس في الدساوزة، تمام؟ اتمنى تعملوا سبسكرايب في القناة ولايك، دعمونا وان شاء الله كل الجديد تلاقوها. والستاير البلاك اوت دي في منها 5 الوانات، في الرمادي وفي تمام. انا بحط هنا وده كمان بيت الماني، تمام؟ جودة نظيفة جدا، تمام؟ فمطلوب مننا بحيث ان احنا نقفل ايه؟ زي ما شايفين كده البلكونة كاملة، تمام؟ ده اكسسوار تركي والستارة ميدل هولندي، تمام؟ هنوريكم كمان تصوير من تحت شكل عامل العمود ده، هتشوفوه وان شاء الله يعني اعمل بوست. اقفل كده. اقفل الناحية التانية. افتح تاني. افتح الناحية التانية. الهندسية 010-23-25-14-34-03-59-166-26. المهندس اسلام، مهندس علي 0-122-68-60-933. الباخ دوت الماني اهو، والستارة الهولندي تم التركيب بحدائق الاهرام. اوكي، شكرا.